يعطيكم العافية. أحب أوجه رسالة شكر إلى وزارة الداخلية وبالأخص المباحث الجنائية الجرائم الإلكترونية. أشكركم من كل قلبي على تعاملكم الراقي والمحترم معي. أبداً ما كان في تعسف، أبداً ما تعاملت بقلة احترام، بالعكس جداً عاملوني برقي واحترام، مو بس أنا، حتى الناس الموجودين في النظارة شفت تعاملهم مع الناس وهم مو كويتيين حتى، أوكي؟ كان تعامل جداً محترم، إنسانية ومن غير تعسف صراحةً. فأحب أشكركم من كل قلبي يا وزارة الداخلية بجميع أفرادها، إن أنتوا فعلاً تعاملتوا معي ومع غيري بكل احترام ورقي، أشكركم من القلب. أما بخصوص الحادثة اللي صارت فيني، أنا راح الحين راح أتكلم عنها في سنابي، فأتمنى من الجميع متابعتي. Day two. Look, man, this isn't even funny anymore. Fucking Big King's just waiting in that chimney, waiting on me to get out the motor so it can fucking swoop down on us. Fucking daft, eh, man? Gonna try and fucking film it, 2 seconds. Get our shit together. Fuck off, yeah, fuck it. Oh my god, do I fucking get a nurse? EA Sports. It's in the game. It starts. Resist.